وأصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور الكريم، بداية اسمحوا لي أن أنضم إلى قوافل المهنئين على هذا التنظيم المتميز لهذه القمة الاستثنائية. وفي الحقيقة نود أن نرحب بكم جميعاً في عاصمة التسامح في وطن الإنسانية. إن موضوعنا لهذا اليوم هو يتعلق بجزئية مهمة في أي فعل يتعلق بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ألا وهي حقوق الإنسان، وأن الإنسان في أي فعل مرتبط بإدارة الطوارئ لا بد وأن يكون في جوهر هذه العملية وفي نبض هذا الحدث، باعتبار أن الإنسان هو المركز الرئيسي والجوهر لأي عملية إدارة طوارئ وأزمات وكوارث. ولهذا عندما تتعرض الدول لأي أزمة أو يكون هناك طارئ أو كارث لا سمح الله، فالاهتمام الأول دائماً وأبداً ينصب على الإنسان، وكيف لا باعتبار أن الإنسان هو جوهر كل ما نقوم به في هذه الحياة. وسيكون حديثي من محورين. المحور الأول هو الإجابة عن سؤال بسيط، وهو تعريف بالمؤسسة التي أتشرف بخدمتها، ما هي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان؟ والجزء الثاني يتعلق ببعض الأسئلة المرتبطة بالأطر المفاهيمية للعلاقة بين حقوق الإنسان من جهة وبين إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من جهة أخرى. بداية، إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان قد تشكلت بموجب القانون الاتحادي رقم 12 للعام 2021، والذي هو حقيقة منح الهيئة الأساس المرتبط باستقلالها القانوني المالي والإداري، وذلك وفق مبادئ باريس لتقوم بعملها الأساسي، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومبادئ باريس هي في الأساس عبارة عن مبادئ منظمة، باعتبار أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها عدد من المعايير وعدد من الاشتراطات، وكذلك المنطلقات التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات التي تقدمها وتقوم بالدور المنوط بها. وبالتالي هذه المبادئ هي مبادئ ضامنة لاستقلالية المؤسسات الوطنية، وفي نفس الوقت تقدم استرشادات توجيهية في هذا الإطار. ونحن في البداية كنا قد قررنا في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن مبدأ الشفافية والشراكة مع المجتمع مسألة رئيسية، ولذلك فإننا ندعوكم إلى زيارة موقعنا الرسمي والاطلاع على الوثائق التأسيسية التي تبين بدايات هذا العمل وكذلك الأفكار المرتبطة به، باعتبر أن هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة. كذلك عندما نتحدث عن هذا الأمر فنتحدث عن عدد من المسائل الأساسية، واسمحوا لي أن أشرح نقطة بسيطة عندما تحدثوا عن الرؤية، باعتبار أنه لا يمكن لأي عمل مهما كان أن ينطلق بلا رؤية واضحة. ونحن في نقاشاتنا في إطار مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كنا بين رؤيتين: هل نتحدث عن استدامة لحقوق الإنسان، الاستمرار على الوضع الحالي، أم نتحدث عن مبدأ الريادة، باعتبار أن حقوق الإنسان هو طموح، هو مطلب، هو هوية، هو باعتبارها أطر مؤسسية ننطلق من خلالها. ويسرني أن أبلغكم أن رؤية الطموح هي التي انتصرت، ولهذا نحن في رؤيتنا نتحدث دائما وأبدا عن الريادة الحقوقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك عندما تحدثوا عن الرسالة فأنا أتحدث عن المهام، لأنه لا يمكن لأي رؤية أن تتحقق بدون أدوات فاعلة وخطوات عملية. وإذا تحدثنا عن رؤية واضحة ورسالة محددة فلا يمكن العمل بمعزل عن القيم الأساسية التي تحدد هذا الحراك وتبين هذا العمل، ويأتي الاستقلالية على رأس هذه القيم. ولا شك أننا لا نعمل بشكل منفرد، ولهذا هي دعوة مفتوحة للجميع لأن يكونوا شركاء معنا في هذا العمل النبيل وفي هذا الجهد الجليل الذي نتمنى أن يكلل بالنجاح. وفي بداية تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن خلال مجلس الأمناء الموقر، استطعنا أن نضع 6 لجان دائمة اعتمدناها تحدد مسارات العمل الأساسية
والموضوعات التي نتمنى العمل عليها خلال دورتنا الأولى منذ أن بدأنا وحتى أن ننتهي بإذن الله في 2025. اللجنة الأولى هي متعلقة بالحقوق السياسية وما يتعلق بها بالحقوق المدنية. اللجنة الثانية تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، باعتبار أن هذه المسائل هي جزء لا يتجزأ من المفهوم الحقوقي الأساسي. كذلك لدينا اللجنة المتعلقة بالمنظمات الغير الحكومية والعلاقات الدولية، وكذلك اللجنة المتعلقة بالشكاوى والرصد والزيارات الميدانية وما يتعلق منها بالتعرف على المناطق التي يجب أن نعمل عليها، المساحات التي يجب أن نعمل من خلالها بما يحقق الهدف المطلوب، وكذلك لدينا لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، واللجنة الأخيرة المتعلقة بالشؤون التشريعية والقانونية، باعتبار أنه لابد من بنية تشريعية وقانونية نعمل من خلالها في هذا الإطار. وحقيقة إذا انتقلنا الآن من الجزء الأول المرتبط ما هي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى السؤال التالي المرتبط ما هو دور حقوق الإنسان في مفهوم إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ما هي الأطر التي نعمل من خلالها، فنجد أن هناك بعض الأمثلة، بعض الأفكار، بعض المفاهيم التي يمكن العمل من خلالها والنقاش حولها. فعلى سبيل المثال عند التخطيط لإدارة الطارئ أو الأزمة أو الكارثة فلابد أن ننظر إلى عدد من الأفكار، الجزء الخاص بحماية الأسرة والطفل وكيف نضعهما في محور هذا التخطيط والتعامل معه بشكل صحيح، المبدأ المتعلق بحماية التنقل وكيف أنه حق أصيل عندما يتعلق بالإجراءات المختلفة، ونحن شهدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف أن الإجراءات التي وضعت والأفكار التي طرحت التي تتعلق بالموازنة بين حرية التنقل وكذلك الحرص على الأمن والسلامة بالنسبة لكافة أفراد المجتمع تم وضعها بطريقة متوازنة وممنهجة بشكل يحقق هذا الهدف ويحقق هذا التوازن المطلوب. كذلك هناك مسائل مرتبطة بمفهوم حق الأسرة الذي تحدثنا عنه، ولكن أيضا حق كبار السن وأصحاب الهمم وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى الدعم بشكل مستمر. من التحديات الأساسية عندما تحدث عن الطوارئ والأزمات هو الجزء الخاص بالانهماك والانشغال بين الجميع للتعامل مع هذه الحادثة وهذا الطارئ، وبالتالي يغيب في بعض التفاصيل النظر عن هذه المسائل والتعامل معها. كذلك هناك الجزء الخاص بحماية العمالة وحقوقهم باعتبارهم جزء رئيسي وشريك في العملية التنموية، وبالتالي كيف نتعامل معها في هذه المسائل. ولكن مفهوم حقوق الإنسان وعلاقته في إدارة طوارئ الأزمات لا يكون فقط أثناء الأزمة عندما تحدث، وبالتالي نحن نسأل السؤال التالي: هل هناك دور لحقوق الإنسان ما قبل أو بعد الأزمة؟ نجيبه بكلمة واحدة بالتأكيد، باعتبار أن الحق في التنمية والتأكيد على أن هناك عمل دؤوب مستمر في العملية المرتبطة بالتطوير سواء على المستوى الاجتماعي الاقتصادي وكل ما يتعلق بتحقيق الرفاه وبشكل يجعل الجميع شركاء وأيضا سعداء ويحققون الهدف الأساسي من هذا التواجد. ولهذا نحن نؤكد دائما وأبدا أن كل ما يتعلق بحقوق الإنسان هي مسألة مرتبطة بشكل أساسي بكيف نستطيع أن نطبق هذه المفاهيم وكيف أن نضعها نصب أعيننا. ختاما إذا لم نتخذ القرار فسيتخذ عنا، ولهذا في كل ما يتعلق بذهنية وفلسفة الطوارئ والأزمات يبقى الإنسان هو في قلب هذه الذهنية ومحور التفكير الأساسي. شكرا جزيلا.